بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتلامس احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين، قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بزيارة مركز الكانتري مول لخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. يرافق الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وعدد من المسؤولين في الهيئة. شملت زيارة سعادة الوزير أيضا الاطلاع عن قرب على التجهيزات التي تمت بناء على المعايير التي تم التركيز عليها في الدليل الإرشادي لتقييم المراكز الخدمية في المملكة، والتي انبثقت بأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بتقديم الخدمات من الجهات الخدمية في المملكة. ومن ضمن تلك المعايير والطلبات فتح مراكز الخدمات حتى الساعة 6:00 مساء. وقام سعادته بالاطلاع على المنصة الإلكترونية الجديدة والتي تمثلت بتدشين خدمة جديدة والتي أطلقتها الهيئة مؤخرا لإدارة طوابير الانتظار في مراكز خدمات المشتركين. كما أبدى الوزير ارتياحه من سير العمل في مجال تمرير طلبات الطاقة الشمسية والآليات التي تمت في هذا المجال، واستمع الوزير على حجم العمل والتقارير الخاصة بما يتم إنجازه من معاملات لكافة مراكز خدمات المشتركين.